معكم نور الدين المديحي، كاتب العام الكونفدرالية الوطنية للشغل. أنا فرحان بزاف لهذه المبادرة اللي قمت بها هذه الجمعية، وجينا لبينا الدعوة وجينا لهذا المركز وشفنا الناس العجازة وجبنا لهم واحد فرقة أمازيغية اللي دخلت البهجة والسرور عليهم، ودرنا واحد جولة استطلاعية مع سيدة مدير المركز، والله يجزيهم بخير، موفرين لهم جميع الشروط، يعني بما في المطبخ وجميع المرافق موجودة بما في ذلك المرافق الطبية، وكل حاجة موفرة لهم في هذا المركز. وكنشكر جزيل الشكر هذه الجمعية اللي دارت هذه المبادرة وجات لهنا لهذا المركز ديال تيتم الليل، وشكرا. قبلت الدوم شاركت على قناتنا غيلاد ادرف البطل الزجاق دنا قصادة فذكر راح ميلونا او تتو تسترتين جام تنمرتنج. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة.